لا لا اتفضل انت بلش انت. شعوره انه وصل للبرايم الثامن وداخل ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه البرايم التاسع، شعورك انك وصلت لنص البرنامج، تحب تقول للناس ايه؟ بشكر كل شخص ايمن فيي وايمن موهبتي دعمنا، بشكر الاساتذه كلهم، بشكر اصحابي، بشكر امي، بشكر بشكر عباس. تشكرني على ايه؟ ما بعرف انه عم بشكر هيك انه طلعت قدامي وبشكر مين بعد فيه؟ بشكر تيتا وماما وخالته. اصل ليه بدي اشكر انه انا اشتغلت على حالي وصلت لهون يعني مش عارف حاجه. هل تتوقع انك توصل للنهائي بتاع البرنامج ولا تتوقع انك تخرج في البرامات اللي جايه يعني في المراحل الجايه؟ صراحه مثل ما الله بيريد. انت شو شعورك انك وصلت لنص البرنامج؟ انا شعوري ان انا مبسوط ان انا وصلت لنص البرنامج وان شاء الله باذن الله اكمل النص الثاني لغايه اخره، ربنا يعني يكرمني ان انا اقدر اعمل دوت. وبشكر كل الاساتذه اللي لحد دلوقتي مأمنين بيا وواقفين في ظهري والله يعني بجد وعاملين اللي عليهم من زياده. و بحب اقول لك يا رافائيل ان انت يعني بما انك من اقرب الناس والله واعز الناس لقلبي في الاكاديمي، ان انا مبسوط والله ان احنا لحد دلوقتي موجودين، ما حدش فينا ساب التاني وخرج يعني. الله اعلم جمعة الجاي نوقف سوا الله اعلم اللي ممكن يحصل. نوقف مين؟ انا وانت؟ تخيل شو شعورك؟ انا ما بطلع بوقف على ستيج، انا ما بلقط لك ايدك بنوقف، انا بنسحب. شو بتحب تغني لي بهالموقف؟ انا بنسحب زي ما مروان بيقول لك. لو في امسح له الدمع ليش قلت لي هيك؟ طبعا. طيب طيب شو بدك تقول لهايدي وعلي؟ منهار. لا احب اقول لهايدي وعلي لا والله انت جيت لي بقى في المشكله بقى، دي مشكله بالنسبه لي. واحب اقول لهايدي ان هي تشد حيلها وهي عارفه هي ايه، واعتقد الاساتذه والناس اللي بره عارفين هي ايه. واقول لعلي طبعا ان يعني انا يعني هما المشكله الاثنين اصعب من بعض، بس انا بالنسبه لعلي يعني ما اتمنى يفضل موجود في الاكاديمي زي ما بتمنى هايدي، بس طبعا مستحيل ان لازم حد فيهم يخرج. بس انا علي لو لا قدر الله خرج من البرنامج هفتقده بمعنى هفتقده من اكتر الناس اللي انا ممكن اخرج من اول ما البرنامج بدا لغايه دلوقتي. الناس اللي انا ممكن فعلا احس ان انا افتقدتها ونقصت في البرنامج بالنسبه لي وعلي صراحه. بس في نفس الوقت هي لعبه كل وقت يعني في الاخر واحد هيخرج يعني، بس اللي يستاهل هيبطل. طيب بتشوف حالك بالتوب 5 هالجمعه؟ بشوف حالي توب 1 ولو ما حصلتش انا ممكن اولع فيك. انت بتحس حالك توب 1؟ يعني فاهم قصدي. اجى مروان توب 1 هالجمعه؟ لا حبيبي مروان ويستاهل كل خير ويعني بقى الف مبروك ليه ومش عارف بقى ساعتها يعني هيبقى رد الفعل ايه، بس يعني اهم حاجه بس ما نبقاش انت قاعدين جنب بعض. طب انا وياك اهم حاجه عشان ما تغلطش. انت شو احساسك هلا قاعد هلا بهالنهار الاربعاء؟ احساسي دلوقتي ان انا حاسس ان انا تعبان مش شايف قدامي، وحاسس ان انا محتاج ان انا اطلع اخد شاور يعني كبير كده ومحترم واخد وقتي يعني وانام. احساسك انك بدك تنام؟ طب تسالك سؤال ولا لا؟ لا إذا احنا على الهواء عادي. طيب سألني انت، هدي هذا الميكروفون. ده نفس الميكروفون. اوكي شعورك ايه دلوقتي وانت باصص حواليك في الاكاديمي ومش لاقي اي حد؟ شعورك ايه لو انا وانت وقول شخص تاني اعتبره نايم مثلا، احنا الثلاثه بس اللي فضلنا موجودين في الاكاديمي، شعورك ايه وانت باصص حواليك كده ولقيت الاكاديميه فاضيه وقدامك اسبوع وخلاص على الفاينل؟ لو ده حصل فعلا هيبقى شعورك ايه؟ انت مبسوط ولا زهقان ولا زعلان ولا لا اكيد حكون مكتفي. انا هلا كل لحظه عم بعيشها مكتفي فيها ومبسوط اني انا هون ومعكم، مبسوط اني انقبلت بهيك سيزن مع هيك شباب وهيك صبايا. واخر جمعه حتكون احلى جمعه وحكون زهقان. لا حكون قضيها ازاي بما انك اسبوع والاكاديميه فاضيه عليك وانت بتفضل قاعد اسبوعين؟ ما حاشبع من الاكاديمي. لو بدي اعمل كل يوم سهره لحالي تفضل في كل مكان تعمل نفسك سهره، ما اترك زاويه، ما يعني بدي اترك حالي يعني. طب لو انت ما بدي انسى شيء من السؤال الاهم. لا بجد سؤال اهم، بعيدا عن انت مثلا ممكن تفضل للفاينل. طب انت فضلت للفاينل وعارف ان الاسبوع الجاي ده انت كده كده هتخرج من الاكاديمي برضاك او مش برضاك يعني مش طالع من ايه. يعني لا
انت خلاص في الفاينل والجمعه الجايه دي اخر برايم خلاص, فانت كده كده خارج يعني, مش بايدي مش طالع نومينيه بس انت كده كده خارج. شعورك ايه انك خلاص خارج بقى من الاكاديميه خالص يعني, اللي هو كده كده البرنامج خلص, هيبقى شعورك ايه حتى لو ما خدتش اللقب, بس شعورك هيبقى ايه؟ شعوري انه حكون راضي برجع لك, وانه انا مستواي مثل هالثلاث اشخاص هالشخصين اللي واقفين معي صراحة. السيزن هيدا كلنا مستوى بعض وكلنا منيح كتر خير الله, واللي راح مش يعني مش منيح واللي راح كتير منيح. حب أوضح بس للناس حاجة صغيرة, إن المستويات المتقاربة هي مش متقاربة في نفس الحاجة, وهي دي المشكلة يعني, إن كل حد عنده حاجة في حد تاني عنده حاجة تانية بتعوضها بتخليه في نفس مستوى, وهي دي الكارثة اللي موجودة في السيزن ده بصراحة. يعني بيجوا الأغاني 12 واحد بيغنوها حلو, عرفت كيف؟ المشاهد 12 واحد بيمثلوا كويس, فهي المشكلة. رأس 12 واحد ما بيعرفوش يرقصوا, فا هالمشكلة. وبالنسبة إذا وصلت يعني, إذا وصلت للفينال حيكون حلو, بس حتى أنا وهلا راضي لأنه كلنا عنا شيء حلو, واللي بيظهر التاني يعني على تفاصيل صغيرة بشوف كل الشباب والصبايا هون حيكون منه المستقبل كتير حلو. مين شخص بس إحنا ما نعرفوش يعني, احنا ما نعرفوش ولا انت كلمتنا عنه قبل كده, حابب تقول له حاجه دلوقتي لو بيشوفك او ممكن يشوفك او يوصل له حاجه, بس احنا ما نعرفوش يعني. انت مثلا مش حد ولا مامتك ولا اخوك ولا بنت خالتك ولا خالتك ولا منا ولا تاتا ولا الكلام الكتير ده, شخص احنا ما اتكلمناش فيه عنه على بالك؟ انا هلا بدي اقول له جايك. مين جايك؟ جاي لك يعني. جاي لك. طب ما عشان خاطر الناس والاشتياق والساسبنس والكلام ده يعني, مين يعني ممكن تقول لنا مين؟ لا لا جاي لك. انا جاي لك ونويه بس جاي لك, مش عايز تقول مين الشخص. وقت العلب بلبط شو يدخلك بشو جاي لك. جاي لك. لا احنا بنتكلم على الشخص. جاي يعني هو شخص يعني, اهم حاجه هو شخص. شخصيه. لا عايزين شخص. لا بجد وحياتك شخصية وجاي لك وحاول أكتر منك شخصية. بس ما ينفعش تقول. لا أنا ما بعرفه بعد. قلت لك جاي لك. طيب تتمنى أن أنت بعد ما تخرج من البرنامج سواء في الفترة دي أو في الفترة يعني أيا كان بقى الفترة اللي أنت تخرج فيها إمتى, تتمنى ان انت تحب يعني تخش في علاقه حب, ولا شايف ان صراحة تتمنى ان انت يعني بقيت حياتك من بعد الاكاديمي ان يكون فيها يعني قصه حب اول ما تخرج, ولا حاسس ان مش وقته وعايز تستنى شويه؟ لك انا ما بفتش على الحب يعني. الحب بفتش عليه؟ لا في يعني هي من طريقه معامله من طريقه هذا الحب بفتش عليه. بس اذا ايه بتمنى يعني, اذا مش بتمنى يعني, إذا في شخص بيستوعب إنه بيقدر يترك لي الحرية كلها, أي يعني يفهم أنا ظرفي شو, يفهم أنا شاركت ببرنامج وعندك كذا كذا كذا, يتفهم يكون شيء كتير حلو. أنا بحب يكون عندي شخص. أي بس أنا بتكلم إن في ناس ممكن تخرج رافضة لفترة معينة حتى لو قابلت حد كويس, بس رافضة شايلة الفكرة من دماغها. هلا براسي إني أشتغل كتير على حالي وظبط أموري وأكتب أموري, وهذا الأهم. واحد يعني انا بامن بالصدف كثير, وبامن بالصدف بالاشياء الغريبه, بحب ركب عليها يعني الاشياء اللي مش كثير ثابته ركب عليها. طيب معلومه مهمه يعني للناس اللي بتحبك وبتتفرج عليك دلوقتي, وكون جديه وهتبقى اكسكلوسيف للناس اللي موجوده. معلومه دلوقتي. انت لو خرجت من البرنامج مجرد خروجك, ايه اول اغنيه ممكن تعملها ستايلها وطريقه يعني الستايل بتاعها هيبقى ايه؟ ممكن تبقى ايه؟ شعبي مصري, مش الشعب اللي يعني اللي بده معلمية, لانه الشعب المصري بين اصعب الوان اللي بتتغنى, بس طريقة التوزيع, طريقة الهيدا, طريقة الشغل, ستيل المصري هيك الفنكي عكلام حلو قريب على القلب, هيدا كتير ستيل بحبه. او ممكن يكون روح انا على ستيل شي فيوجن يعني اورينتال, ع هيك ع غربي, ع ايقاع غربي, ع كلام حلو يعني مثل ما الله بيريد. بحب شيء يعني مش العاده, مش انه انا غنيه وبدي توزيع غريب, كلام غريب. طيب. وبس اللي بشوف حالي بهيدا الخليط الشعبي, الايقاع والسولويات الحلوه والكلام القريب للقلب. طب لو اول ما يعني اول ما تخرج من البرنامج, لو جالك عرض تمثيل اول ما خرجت
تمثل وتستنى لغايه ما تخلصوا وبعدين تبدا في حاجه لها علاقه بالغنى، ولا هتبقى عايز الاول انك تفرض نفسك غنى وبعد كده تمثل؟ صراحه الفرصه اللي بتجي يمكن تجي مره واحده، و بدي استغل كل فرصة ممكن تجين، لأنه ممكن من فرصة تمثيل يجين فرصة غنى، وفرصة غنى يجين فرصة تمثيل أو تقديم أو الأشياء اللي أنا بحبه يعني. ما حفوت ولا فرصة قادر أشتغل فيها ما أشتغل فيها من كل قلبي على كل النواحي، لأنه كله بيجر بعض، كله متعلق، الفن فن كله متعلق ببعض. شايف نفسك بعد 5 سنين هتبقى فين؟ بالبيت قاعد انا وامي وكل هول عم بحكيهم مش مش ضابطين، خلصت جامعه وقاعد بالبيت بلا شغل. قاعد انا وامي كل هول عقيدهم مش ضابطين، خلصت جامعه وقاعد بلا شغل. لا زال رد بكون عم بشتغل على حالي طبعا يعني بالمطعم بعد ده انا كنت خايف منه قبل البرنامج، اتكلمنا في الموضوع ده يا جماعه قبل البرنامج وده اللي كنت خايف منه. لا لا ان شاء الله. طيب اعطيني الميكرو. حاسسها من وانا واقف. شو بتلخص مسيرتك و والشيء اللي عشته بالاكاديمي بتكلم على المواجع بجمله؟ هي تجربة لا تعوض أكيد، يعني تجربة لا تعوض أكيد مش هنساها، ويمكن هي من أكتر التجارب اللي غيرت يعني هتبقى أو أول يعني أول بالنسبة لي أول خطوة في حياتي مهمة بعيد عن أي حاجة تانية ممكن أكون عملتها مهمة، بس دي أكتر حاجة مهمة عملتها في حياتي لحد دلوقتي. يعني هتلاقي حالك إنه دخولك على الأكاديمية وصلك إنك نقلك من مرحلة لمرحلة تانية بحياتك ولا مرة وصل لها؟ أكيد طبعا. انا ما كانش غرضي ان الناس تعرفني والشهرة على قد ما كان غرضي ان انا في حاجات ناقصاني عايز اكملها. برايك عم تلاقيها هون بالاكاديمي؟ طبعا طبعا، مفيش حاجه تمنيتها او كانت ناقصاني لقيتها فعلا في الاكاديمي. غنيت الوان مختلفه، اتعاملت مع شخصيات ما كنتش متوقع ان انا ممكن اتعامل معاها، من اعمار مختلفه ومن جنسيات مختلفه، والاساتذه كلهم شرف ليا اصلا ان هم بيدرسوا لي، كل واحد فيهم عنده كنز يعني بجد، مش الاساتذه اللي هو استاذ مثلا بيعرف يغني او استاذ غنى فجايبينه وبيعلمنا، لا ده كل حد تقيل قوي في مكانه اصلا عامه في لبنان هنا. لا بجد في حاجات كتير اتعلمتها، وقصه انك تتحط تحت ضغط وقصه انك انت تتحط تحت تعب، انك تتعب وتتحمل وتبقى تحت ضغط وتتحمل وانك تبقى ان انا اوصل لمرحله زي اللي انا فيها لحد دلوقتي الحمد لله، وان شاء الله مكمل على كده ان انا مبقاش نوميني في كل الكلام ده. بتلاقي حالك عم تنجح يعني هالشيء؟ طبعا طبعا. عم بيأثر هالشيء على نفسيتك على تعبك ولا مهم؟ لا اكيد بيأثر يعني، بس في حد بيتحمل وفي حد ما بيتحملش. انا في حياتي بعد اللي انا يعني عملته في حياتي وبعد اللي انا بعد ما انا اشتغلت وبعد ما انا يعني الحاجات اللي انا مريت بيها في حياتي تخليني طبعا يعني بالنسبه لحاجه زي كده لا اتحملها طبعا، اتحملها عادي ما تبقاش مقصره فيها للدرجه اللي تخليني ما مش قادر اكمل يعني. لا طيب في حال ربحت البروجرام او ما ربحت البروجرام، هالشيء حيفرق معك على هدفك اللي ناويه بالحياه او حلمك؟ ربحت البروجرام دي حاجه حلوه يعني، انا بالنسبه لي البرنامج لو انا اخذت اللقب دي حاجه بالنسبه لي حلوه جدا هتفرق معايا اكيد يعني. لو ما ربحتش البرنامج طموحي ان انا على الاقل اكون حتى واقف في نفس البرنامج اللي هيبقى فيه اللقب، يعني ان انا اكون من الثلاثه الاخرى. اقل من كده هبقى مبسوط، بس مش هيبقى ده الطموح اللي انا جاي له. بس قادر تحقق حلمك يعني؟ أنا بالنسبه لي قادر، لان انا عندي كل انا بالنسبه من وجهه نظري عندي الحاجات اللي تخليني اوصل للاخر يعني، بس هي المشكله وكلنا عندنا ده، بس هي الفكره مين بيكمل، مين قادر يكمل، مين قادر ان هو يشتغل على حاله، مين مين فقدش الامل، مين ما تعبش، مين قادر يفكر، مين قادر يفرق الشعره اللي هم بيدوروا عليها بيننا وبين بعض عشان يطلعونا من ايه ده، مين قادر بقى ان هو يفصل في الحته دي. دي بتبقى حاجات بقى شويه توفيق من عند ربنا وشويه تشغيل دماغي. وشو احساسك انك بنص المشوار؟ احساس كويس جدا يعني، من الحاجات اللي انا ما كنتش مش يعني مش متوقع، لا كنت متوقع ان انا ممكن يعني افضل لغايه الفتره دي لحد وقتنا هذا الحمد لله. بس مر بشكل انا ما كنتش متوقع ان هي تمر بالشكل الكويس يعني، كنت متوقع ان هيبقى فيها شويه نزول وشويه طلوع، بس انا شايف ان الحمد لله من اول برنامج لغايه اخر لغايه وقتنا ده
يعني حتى لو كان من اول برايم كان بمستوى معين فمستواه بيطلع مش بينزل، فدي حد ذاتها حاجه مخلياني مطمن يعني. طيب بدنا نحط على جنب الشغل التقني والاكاديمي والموسيقى والغناء، شو بتحب تقول، شو بتحب تحكي شخص لك زمان مش حكيه؟ ومنعرف نحن كلنا انه محمد شخص حساس وبيحب وقلبه بيدق وبيكتب اغاني، يا ما عملت كتير علشانك. لا حول ولا قوه. كتبت هالغنيه باحساس عالي ولحن مرهف تحيفا، ونبع هالشي من ذاتك. طيب انت هلا وقنعتنا انه طلع هالشي هيك؟ لا بال 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 لا الاغنيه اغنيه زي دي ما طلعتش كده. طيب طول ما وصلت لنا يعني في شيء بالصميم اكيد. شو بتحب شو حابب كيف؟ طب سؤال بطريقه تانية، كيف طلعت معك الغنيه؟ كيف كتبتها وكيف لحنتها؟ شيء ما يعني لا يعني لي دلوقتي ان انا اتكلم عنه، لانه حاجه من سنين جدا يعني، قصه من سنين 9 سنين يعني. حاجه لا تعني لي ان انا اتكلم عنها خالص. لا بجد فعلا يعني حاجه مش فاكرها حتى. بس الغنيه عم تحقق نجاح وعم توصل لكثير قلوب العالم وممكن توصل بعدين. حلو. وبدي لك شغله، انه الفن الحقيقي هو اللي بيوصل، يعني الغنيه الحقيقيه اللي بتطلع من الصميم هي اللي بتوصل، عشان هي معموله حقيقي يعني، هي معموله فعلا على الحاله او حاجه حقيقيه فعلا حصلت. يعني انا صار كاتب 10000 غنيه انا ما في اسمعهم. بس انت لو كتبت اغنيه في الحاله اللي انت كنت حاسسها في يوم من الايام اللي انا عارفها، كنت اكيد كانت هتوصل لنا وكنا نحسها زي ما انت حسيت الاغنيه. طيب بس مش حابب، ما كنتش فاضي يعني تكتب ولا حاجه، مش حاسس، مش حابب تحكي عن هالموضوع ولا مش حابب، ما مش فاكره يعني، مش فاكره. عارف اللي هو مش لا يعني لي ان يعني اتكلم يعني، مش حاجه مأثره فيا. نسيته ولا تنسيته ولا عم تتنسي؟ لا نسيته اصلا. نسيته لإله ولا نسيت الموقف موضوع اصلا الموضوع؟ هي الاغنيه حلوه عشان طلعت في وقتها اوكي خلاص بقى. الاغنيه لحد دلوقتي معايا، لكن الحاله نفسها يعني ما بسمعها ما بفتكرش الحاله، على قد ما بفتكر ان الله كانت حاجه حلوه ان انا اطلع اغنيه زي دي او اعمل اغنيه زي دي. يعني مبسوط انت بالغنيه مش مبسوط بالحال اللي قطعت فيها؟ بس يعني منيح اللي قطعت بك حال ليطلع معك هيك عمل ناجح. اكيد. طب طب تحب تسمعنا مقطع صغير منه؟ لا مش قادر. ليه بتتاثر بتدمع؟ وانا على الكاميرا دلوقتي مش هينفع ان نوصل للمرحله دي بصراحه، عشان الجمهور بتاعي ما يزعلش. طب نختم طبعا عشان الناس تتفرج علينا. وكنتوا معنا ب سهرة مقابلات ستار اكاديمي اليومية، حكاوي القهاوي اللي احنا عملناها على عنين. انطرونا كل يوم بهالتوقيت او قبل شوي اذا ما خفينا، مع تكلم من قلبك، مع برنامج تكلم من قلبك، تكلم من قلبك وفش خلقك ومد بساطك على قد اجريك، مد اجريك على قد بساطك.